شوفوا شوفوا بلدية الاحتلال الزبايل عم يبهدوا طبقتين لواحد حابب يستر حاله جوا الدور هاي ولملم حاله وقدر يبنيها. مش انه بيقدرش يبنيها، لا بيقدر يبنيها والحمد لله، وبيقدر يدفع حق الرخصة، بس هم ما بلوش مصاري الرخصة، بدهم يهدوا، هم بس بدهم يهدوا. تفرجوا هون طبقتين، بس طبقتين مش اكتر. اتفرجوا على الجهة التانية ده ورجيكم اياه هلا، 31 طبقة. ايش معنى هدول مش ممنوع ممنوع يبنوا، هدول مسموح لهم يبنوا. هايها كريات يوفيل، هاي البنى جديد هذا لسه الرافعات عليه، 31 طبقة، 31 طبقة. هدول مسموح لهم، هدول يهود عرسهم كبا، احنا ممنوع. هاي الهولي لاند هون اللي هو دورمال تعمل، اعطوهم رشوة عشان يبنوها، وقدر يبنيها بالرشوة تحت الطاولة كل شيء، ما هدوهاش مع انه كان فيها رشوة بس ما هدوها. 31 طبقة عند الخواجة، 31 طبقة يا موشليون، ادعم عادي صرح، حتى نساعدهم بالرخصة، خد منهم اشي رسمي. اما عندنا هون الطبقتين هدول رخصتهم حوالي 1,000,000 شيكل اذا مش اكتر، وبدهم مش مصاري، بس بدهم يهدوا، بدهم يطهروا. ان شاء الله احنا بنطهرهم، حسبي الله عليهم.